على الرغم من الحاجات السلبية اللي بقولها دي، لكن في المقابل في نماذج إيجابية، في طلبة بتذاكر وبيبقى ظروفها صعبة جدا، وممكن يبقى في ظروف مرضية خطيرة، لكن بالرغم من ده إرادة، والناس البنات يعني لها بنت اللي معانا دلوقتي هكلمها حالا، هي في الإعدادية وكانت بتتعالج في مستشفى 57 درجة 57، وطلعت من المستشفى علشان تروح الامتحان وجابت مجموع حلو، والحقيقة كانت محل إعجاب وتقدير من الكل، من أصحابها والمدرسين، وعملوا لها ممر شرفي كده، اتقال إن هو طوله 6 متر أهو، وهي طالعة من الامتحان يعني أهو نسمع. حاجة جميلة ومشرفة الحقيقة، وتستاهل كل تقدير وكل تحية. هند سلام، مساء الخير يا هند. مساء النور. أهلا يا حبيبتي، إزيك؟ أهلا وسهلا حضرتك. ألف ألف مبروك الأول. الله يطيب حضرتك. قولي لي يا هند الأول، أنت شعورك إيه وأنت طالعة كده وكل الناس بتحييكي وبتسقف لك؟ أنا فرحانة جدا حضرتك. أنا مش سامعاكي كويس يا هند، طب ممكن تحكي لي كده عن نفسك شوية؟ يعني أنت لسه بتتعالجي، خلصتي علاجك، كنت بتذاكري إزاي في المستشفى، ولا لما طلعتي ورحتي الامتحان؟ احكي لي شوية يا هند. لا أنا لسه بتعالج في الشهر الثاني في المستشفى. بالنسبة للمذاكرة، فأنا كنت باخد كتب معايا وملخصات في المستشفى، يعني أشغل وقتي بيها. كان ممكن تأجلي يا هند، كان ممكن تأجلي، يعني تقولي لا مش السنة دي، أنا مش قادرة، أنا تعبانة وبتعالج. قولي لي أنت قررتي إزاي تدخلي الامتحان، وكان القرار بتاعك لوحدك ولا برضو الأسرة معاكي في البيت يعني؟ لا، هو الدكتورة طلبت إن أنا أأجل، بس ممكن كانت واقفة جنبي يعني إن أنا أدخل الامتحان، وأنا نفسي ما كنتش عايزة أأجل، لأن هي سنة وتعدي زي ما تعدي، والحمد لله عدت على خير. الحمد لله. جبتي مجموع ايه يا هند؟ أنا جبت 278 من 280. ما شاء الله ما شاء الله. انتي دلوقتي في البيت ولا رجعتي المستشفى تاني يا هند؟ أنا في المستشفى. في المستشفى. يعني يا هند احنا فخورين بيكي، وربنا معاكي ويقويكي، وانتي شاطره ومجتهده، فان شاء الله ربنا ياخد بايدك وتقومي بالف سلامه، وتفرحينا جميعا ان شاء الله، وتفرحي اهلك، ويعني بتمنى لك كل التوفيق يا حبيبتي. شكرا جزيلا. شكرا هند سلام، بشكرك.